حين يحجب الله عنك ما تشاء اعلم انه ادخر لك ما يشاء. وانت تفهم انها دي ايه؟ حرمان. يقول لا انا مش حرمان، ده في عطاء ثاني، بس انت بتطلب على قد ايه معرفتك. وربنا عامل عليك كنترول، يقول لك انت طالب دي، ده انت اهبل، انت بتسحب ايه اللي منك؟ انا همنعك ديت عشان انا متخلك ايه؟ انا متخلك حاجه احسن منك.